أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تفخر بإنجازات كوادرها الوطنية من فريق البحرين الذين يسجلون على الدوام بكل عزم وإخلاص قصص نجاح جديدة. وأشار سموه إلى كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصحي وما تمتلكه من خبرات ومهارات أسهمت في تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين والدفع به نحو مستويات أكثر تقدما باعتباره أحد القطاعات الحيوية بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، حيث ثمن سموه حصول الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة، وذلك تقديرا لجهودها في مجال تعزيز الصحة على مدار 30 عاما الماضية. كما أشاد سموه بجهود كافة الكوادر الوطنية في جميع التخصصات الطبية التي تتمتع بكفاءة عالية وتعمل بكل تفان وإخلاص والتي تسهم في تقدم هذا القطاع لمواصلة البناء على ما تحقق وصولا للتطلعات المنشودة. وقال سموه إن أبناء البحرين يتطلعون دوما إلى التميز على كافة الأصعدة ويسهمون بكل عزم في رفعة ونماء الوطن من خلال ما يقدمونه من إسهامات بارزة في مختلف المجالات بكل كفاءة واقتدار، وهو محل فخر واعتزاز لدى الجميع. من جانبهما أعرب معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن بالغ شكرهما وامتنانهما لما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ودعم بالغ بالقطاع الصحي، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل وتسخير كافة الجهود للدفع بالقطاع نحو آفاق أكثر تميزاً وتنافسية.